الزمن الجميل المضيق الذي كان يحرص المرمى جلال عائش وانتقل الى اليوم الوطني، اليوم الوطني الذي وقعه صاحب الجلاله محمد السادس من اجل المهاجر، والمهاجر دائما له علاقه وارتباط كبير بالوطن الحبيب. ونحن كمهاجرين وكمواطنين مغاربه وكقاطنين مدينه العرائش، يعني جدنا يعني فكره لتكريم لاعبين كرة القدم ورياضيين، لأن جل المجموعة التي تسمى بمجموعة إحياء الزمن الرياضي إنهم مارسوا الرياضة وكرة القدم في مدينة العرائش.